أوساسونا غرناطة الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 25، شنا كيفاش كانت المباراة وين أوساسونا في ميدانه وين تلقى هزيمة ثقيلة أمام غرناطة، وين شنا كيفاش البداية من نتكلموا الأهداف وين مارتينز اللي سجل في الدقيقة الرابعة والدقيقة 28، شنا ديميتري الذي سجل في الشوط الأول وين كانت فرص الغرناطة وين استفادوا من الفرص اللي جاوهم في الدقيقة 41، وين شنا ثلاث أهداف في الشوط الأول، شنا التشكيلة تاع أوساسونا وين شنا أرسيتي اللي دخل بخطة 4-1-4-1، شنا كيفاش المدرب تاع غرناطة اللي دخل بخطة 4-2-3-1، يعني خطة كانت محكمة، شنا سيرجيو شنا ناتشو أردين شنا دافي شنا شنا كيفاش أولبير روبرتو شنا مادريكو شنا أنجيو، يعني كانت روبن أريكي من جانب أوساسونا، شنا كيفاش فارناك فاران شنا خوسي اللي دخلوا كاحتياطيين، يعني كانت المباراة شنا روي سيلفا الحارس تاع غرناطة اللي أنقذ المرمى تاعو في الشوط الثاني انقضى الهدفين، فيكتور شنا كيفاش دورتي شنا جيرمان شنا كارلوس ماكسيم شنا انخي شنا هيراري يعني ديميتري شنا كارلوس يعني ماتيز المسجل الهدفين شنا روبرتو شنا انطونيو، يعني كانت المباراه نقولوا مباراه كانت شيقه شنا فيها حماس، شنا رغم ان أوساسونا في الشوط الثاني بعد تراجع مش تراجع اللعب الشوط الثاني وين لعبت غرناطه لعبت غيروا الخطه تاعهم ويلعبوا ب 4-4-2، شنا غرناطة 61% نسبة الاستحواذ، أوساسونا 61% نسبة استحواذ، 227 تمريرة فقط، 100 تمريرة الغرناطة، 39% نسبة استحواذ الغرناطة، يعني بعد ما كانوا ضامنين النتيجة، نقولوا كانوا ضامنين النتيجة، لأن شنا كيفاش في الشوط الأول وين شافوا جات عندهم فرص، شنا كيفاش ناتشو من جانب أوساسونا فيدال اللي ضيع هدف في الدقيقة 51، شنا روبرتو كذلك من جانب أوساسونا وين ضيع هدف في الدقيقة 63، يعني كانت نقولوا باللي أوساسونا والحارس سيلفا اللي أنقذ المرمى تاعو من هدفين محققين، هذه هي المباراة الجولة 25 الدور الإسباني الدرجة الأولى أوساسونا غرناطة. صحيح.